بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، الغاليات أحييكن بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغاليات، اليوم موضوعنا شوية كذا فيه من الحنية وفيه من الطبطبة ما نحتاجها، وفيه أيضا بعض التعليمات اللي يحتاج أن احنا نفهمها، وهناك أيضا بعض المغالطات اللي يفترض أنه احنا نقف عليها. وقبل أن أبدأ، في قلبي يئن والأنين ليس سوى صوت الحزن. الأنين صوت الحزن، صوت الألم، صوت الوجع، لكن إن شاء الله اليوم سنضع الضمادات على وجع الجميع بإذن الله تعالى، ونحاول أنه بقدر الإمكان نوضح ما الأشياء التي يفترض أن نقوم بها حتى نخفف هذا الألم وهذا الأنين وهذا الوجع، لأننا نستحق أن نعيش بأفضل حال وبأفضل صورة بإذن الله. ولكن في حاجة كذا، يعني بس ملاحظة بسيطة، واعتبروها نصيحة من أختكم هذه الفقيرة أمامكم التي تتكلم أمامكم. وأنا أنصح نفسي قبل كل حد، إنه يا أخواتي اعلموا أن الله تعالى إذا وفق إنسان إلى أن يدخل يعني مجموعة من المجموعات ثم يخرج منها، ترى على فكرة ما خسران اللي جالس يدير، ما خسران أبدا شيء، ما خسران. الخسران هو الذي يعني مثل واحد يقولوا له هذا الجنة وفيها ما لذ وطاب ثم يخرج منها، هذا هو الخسران. أنت إذا جاش إعلان وانزعجتي منه، قلنا إحنا الإعلانات لمن؟ لأنه الله تعالى قسمنا إلى ثلاثة أقسام، قال عنا السابقون، وقال بعضهم أهل اليمين، وقال بعضهم من اللي هم أهل الشمال. فهذه للسابقون، وفي أهل اليمين، على الأقل ابقي من أهل اليمين ولا تكوني من أهل الشمال يا حبيبتي. الله تعالى يرزقك، الآن العلم أصبح متوفر في المجاني، يعني حتى المجاني تريد تحرمي نفسك منه، والمشكلة ما كذا، يجي ينش بعد فترة يقول ليش دخلونا مرة ثانية المجموعة، لماذا حبيبتي انتي حرمتي نفسك؟ طيب ما عندش وقت، ما لازم تتابعي كل شيء، يعني انتي ما مطلوب منك تتابعي كل شيء، لكن لا تحرمي نفسك من كل شيء. سبحان الله، قد تأتي رسالة، يمكن ما ذاك وقت، ما وقت الرسالة، يمكن مر عليش أسبوعين ما صار شيء، لكن على الأقل إلا بيمر في الشهر معلومة تفيدش. فالإنسان يكون صابر مصطبر، ما كل ما دخل مجموعة شوية كذا يقص نبض، ما عقب الموضوع طلع سبحان الله، وما يعرف إنه هذا يبغى له اصطبار، وما دائما كل شيء يجي على مزاجنا وعلى هوانا. لكن الإنسان لا يحرم نفسه، هذا أقل وأضعف الإيمان على فكرة. ترى المجموعات هذه أنا أسميها أضعف الإيمان. ليش أضعف الإيمان؟ هل تعرفون أنه السابقون كانوا مالهم يجلسوا بالساعات على معلومة أو على حاجة معينة، يجلسوا بالساعات يصطبرون، وإحنا المعلومة ما تكلفنا شيء سوى دقائق، ومع ذلك مستثقلينها. سبحان الله، إذا كنا نستثقل المعلومة كيف ننصلح؟ ما بالكم بالعبادة، ما بالكم بالأشياء الثانية إذا المعلومة نستثقلها، ما بالكم بالتطبيق، يصبح التطبيق أثقل. إذا كانت المعلومة ثقيلة يصبح التطبيق أثقل. طيب، قلبي يئن، الله تعالى يخبرنا حقيقة وسنة من السنن اللي الله تعالى سنها علينا في الأرض، وهذا شيء لابد أنه إحنا نواجهه، شيء لابد أنه إحنا نعترف فيه. وأنا قبل ما أقول الآية الكريم بس بسألك سؤال، حياك الله حبيبتي حبيبة، حياك الله أشرقت وأنورت، أسألكم سؤال وجاوبوني عليه، لأنه أنا قلت لكم دائما أحب في المحاضرات أنه يكون في بيننا أخذ ورد، وهذا سبق وقلت هذا المثال. لو أن هناك وادي يجري، وهذا الوادي يعني أنت محتاجة فيه، أو أنت سقطتي في هذا الوادي، والوادي نشيط كما يقولوا بالعماني، نشيط،
فهل الأفضل؟ نعم حبيبتي نشري الرابط، إيش المشكلة؟ لما لا تنشروه؟ عقبت لا تقول أن ما تنشرنه، نشروا، دعوا العلم يعني يصل للصغير والكبير، هذا حقهم، هذا حقهم، ما تبخلي، لعل الله تعالى بنشرك ذلك سبحان الله يهدي على يديك شيء. طيب الآن لو أنه عندش وادي، والوادي هذا يجري ماء، يجري نشيط كما يقولوا بالعمان نشيط، وأنت قدر الله أنك تسقطين في ذلك الوادي، أي تصرفات صحيحة؟ أنه أحاول أنه أنا أقاوم ولا أمشي مع جريان الوادي، أيهما أصح؟ إذا باغي أعيش أمشي مع جريان الوادي ولا أقاومه؟ أقاوم أمشي، أقاوم. أمشي وأشوف فرصة. طبعاً اللي قالت أقاوم لابد، لازم تعرفي إنه أيوة أمشي مع جريان الوادي حتى أرى شيء أتمسك به. ليش؟ لأن الوادي جريان، أنا والوادي واحد، نفس القوة، نفس القوة أنا وجريان الوادي، ما نفس القوة، فإذا كيف تقاومي؟ إذا أنت قاومت قوة الوادي بتنهدي، بتتعبي. وهذا ما يحدث عندما ينزل الله علينا البلاء، فإن الأصل أن نتقبل البلاء، نتقبل. لماذا؟ لأن رفضه والاعتراض عليه هو أشبه بالاعتراض على جريان وادي، كأنش الضار بوادي بالضبط، كأنك تصارعين وادي، فلا أنت تستطيعين، يعني أنت ما بتقدر تغيري جريانه، ما بتقدر تخلي الوادي يوقف. كذلك أمر الله، أنت لن توقفيه ولن تغيريه، الله تعالى إذا أراد أن يغيره غيره، لكن مدام الله تعالى قضى لك بذلك الأمر خلاص فلا اعتراض، والأمر شبيه بذلك. ولذلك الناس لماذا تعاني؟ في واقع الأمر تزداد المعاناة كلما ازدادت المقاومة، يعني كلما زاد الاعتراض، يعني كلما أنا اعترضت على قضاء الله كلما تألمت، وكلما قبلت كلما أصبح الأمر بردا وسلاما، حتى تشبكت أو تمسكت بشيء يعينني على القيام، وهذا هو الأصل. وهكذا هم الصابرون. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. شوفوا الخوف والجوع، الخوف هذا شعور، انتبهوا، لاحظوا الله تعالى عن ماذا يتكلم، عن ماذا يتكلم الله تعالى؟ عن الخوف، مشاعر. ثم قالنا والجوع، الجوع أي إنه إيش؟ رزقك أو طعامك أو الطعام الذي تأكله ينقص عليك، رزقك، دلالة على الرزق، ونقص من الأموال، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا؟ وقال وبشر الصابرين. إذن هي سنة الله على الأرض، الله تعالى قال من ضمن السنة إنه يا بني آدم حط في بالك شيء، إنه أنا ممكن مشاعرك هذه إيش يصير؟ هتتأثر، سأبتليك في مشاعرك، ستشعر بالخوف، هيعتريك الخوف، هل ستثبت؟ هتجي أيام وقد تجوع، هل ستثبت؟ هتجي أيام سيقدر الله عليك رزقك المالي، الأموال، أي كان نوع الأموال، هيأتي وقت وتخسر من تخسر من الأشخاص. نعم، فكلمة الأنفس ممكن حتى نفسك، حتى نفسك اللي هي صحتك، نقص في الصحة، يحدث أنه يصير لك نقص في الصحة، لأنه كلمة ونقص من يعني من الأموال والأنفس، الأنفس ممكن يكونوا الأشخاص اللي هم قريبين منا، أو حتى نفسي أنا. كيف أخسر نفسي؟ إنه أخسر صحتي، أخسر صحتي. والثمرات،
وبشر الصابرين. الله تعالى يقول وبشر الصابرين، والصابرين هذيلا لهم سلوك، لهم سلوك. تعالوا نشوف ما هو السلوك الذي يقوم به. ولكن قبل ما نتكلم عن هذا السلوك، أنا اسمحوا لي أول شيء أنا أكلمكم عن تجربة خاصة، وهذه التجربة الخاصة ليس من بابي التفاخر أو التباهي، وأنا متأكدة ربما هناك من هو مبتلى أكثر مما ابتليت، متأكدة أن هناك من عانى أكثر مما عانيت، ولكن هي الفكرة فقط حتى يكون الحديث قريبا قريبا، يعني ما تكون ما يكون الكلام نظري، وما يكون الكلام من إنسان أصلا ما عاش تجربة الحزن ولا تجربة الفقد ولا تجربة معاناة النقص، من سواء من المال أو من الأنفس أو من الثمرات. وكيف تعلمت الدرس هذا أيضا؟ لعل هذه القصة، ونسأل الله تعالى بهذه القصة وبهذا الحدث اللي أنا أخبركم فيه، إن الله تعالى يلهمكم أو تطبطب عليكم. في 18 فبراير 2013 أو الليلة اللي قبلها، ليلة 18 2013، طلب مني أخوي أنه ياخذ سيارتي، والعادة كنت أعترض ما أعطيه السيارة، يعني لأنه هو عنده سيارة، فأقول له أنت دائما يعني تاخذ سيارتي، بس أنا عارفة عشان أنت يعني تتفخفخ فيها يلا. بس هالمرة لما قال لي أريد السيارة، وكأنه أحد ساقني وحطيت له السيارة عند مكتبة التلفاز، وقلت له هذا المفتاح ورحت أنام. وكان يوم غريب يعني فعلا، صبح الصبح وكان يفترض أنه أنا أروح لعملي، وكان عندي مدرسة من مدارس إزكي، تقريبا أشرف على مدارس إزكي، واتذكر أني وصلت إلى المدرسة وكأنه شيء يقول لي لا تروحي المدرسة، لا تدخلي، لا تدخلي، يعني في شعور ثقيل كان يقول لي ما أدخل. فما دخلت فعلا، أنا وصلت عند المدرسة لكني ما دخلت، فرجعت أدراجي، يعني ذاك اليوم أنا ما داومت. فبعدين كأنه في شيء ماسك على قلبي، و فعندها أنا يعني لما طلعت من المدرسة في مسجد كذا على الشارع، وأنا راجعة قلت أدخل المسجد أتوضى وأصلي ركعتين لعل وعسى هذا الضيق يروح مني. ففعلا دخلت وصليت ركعتين، بعد ما صليت أشوف كذا إعلان مال بيع الكفن، لبيع الكفن، إعلانات تتحط عند بوابات المساجد. فكأنه يعني تعرفوا كأني لحظة غبت ورجعت، يعني كأنه يعني كان الإعلان شوية يخوف. فسبحان الله كملت يومي عادي وذهبت إلى البيت ونمت، محاولة في أنه أنا أحاول أنه هذا الشعور اللي هو شعور الثقل والضيق اللي ما كنت فاهمتنه. فجاءت الساعة العاشرة وأنا أرسل رسالة حال أخوي أنه بكل هدوء ولطف أنه يا أخوي أنا أريد السيارة لأنه فيها دفتر أحتاج أستخدمه، يعني دفتر أكتب فيه ملاحظاتي عشان الزيارة اللي بكرة، فأنا أريد الدفتر ضروري. بس ما في حد يرد، ما في حد يرد. فسبحان الله يعني والدي كان، يعني إحنا كنا جالسين في البيت، فوالدي كان يقوم ويجلس، يقوم ويجلس، يقوم ويجلس، كأنه في شيء ما طبيعي، يعني ما عارف يجلس. فبعدين يقول اتصلوا بأخوكم شوفوا وين، شوفوا أخوكم وين. فطبعا احنا نرسل حال أخوي وأخوي ما يرد. فجاء دق الجرس، فلما نق الجرس تفاجأنا بأنه واحد من الأقارب يقول حال والدي أنه تعال نريدك في المستشفى،
وولدك وعمه، لأنه أخوي وعمه، أخوي وعمي كانوا طالعين مع بعض يعني، ولدك وعمه مسويين حادث وشوية متعورين، تعال. فوالدي راح، طبعا والدي ما رجع، فإحنا بس سمعنا من وراء الباب يعني الشخص هذا يكلم والدي، سمعنا. فطلعنا مباشرة أنا وواحدة من أخواتي، طلعنا ورا والدي عشان نشوف إيش السالفة، وكان المستشفى يعني ما يبعد بعيد عن بيتنا. فذهبنا إلى المستشفى وشفنا أمة لا إله إلا الله في المستشفى، وطبعا ينظرون إلينا نظرات يعني إحنا ما فاهمين نظراتهم. أمة تعرفوا يعني المستشفى ما يندخل، كان يعني زحمة. والغريب إنهم كانوا يوسعوا لنا، وإحنا دخلنا وأصلاً مفروض ما ندخل، فيفتحون الأبواب، ووصلنا إلى غرفة في آخر الممر. والمشهد اللي نشوفه إنه يعني كان هناك شخص واقف يغطي أخي، أدركنا أنه قال يغطي وجهه يعني خلاص. فطبعا كان الأمر يعني والدي واقف عند الباب مثل اللي يعني ما فاهم الوضع، وبعدين كان يكلم أخوي، لأنه أنا أخوي من النوع اللي لما ينام أصلا لما ينام عينه تكون مفتوحة يعني ما تكون مغمضة. فلما والدي واقف عند الباب وإحنا ندخل، فنشوف المنظر إنه الرجال يغطي أخوي، ووالدي وقف عند الباب هو كان يشوف بس، شافنا وإحنا داخلين. فطبعا يعني أنا من شدة الموقف حسيت نفسي كأنه أنا أعيش حلم. ساعتها ما قدرت حقيقة إنه أنا حتى أصرخ أو أتكلم، أو يعني ما كان في عندي قدرة على التعبير، يكاد يكون يمكن حتى يعني خافوا علي، لأنه أختي الثانية كانت تصرخ يعني تصرخ وما مستوعبة، أما أنا ما يعني ما قدرت حتى أنطق أو إنه أصرخ أو إنه أعبر يعني ما قدرت. فبعدين أشوف أخواني الثانيين يتلاحقوا، عندي أخ الكبير عنده مشكلة في القلب، وطبعا يعني إحنا خفنا عليه كثير، بس أسمع إنه هو بدأ ينهار أخوي. والدي كان يحاول يهدي كل واحد فينا. فبعدين نسمع صرخات، الصرخات اللي هم الأشخاص اللي مسعوفين، ويبدو إنه كان أخوي هو الجثة الوحيدة، يعني هو الشخص الوحيد المتوفي، الباقي كانوا مصابين. إحنا ما مستوعبين إيش اللي صار. فبعد ذلك طبعا يعني يبدو أنه الحادث أصلا صار، لأنه كان في وقت بعدها الحركة نشيطة، تقريبا كان الساعة 9 أو 8:30 كانت الحركة، ولذلك وصار أمام متجر كبير يعني كان هايبر ماركت أو شيء كذا ما أتذكر حتى اسمه، لكن أمامه لأن السيارة قفزت وتقلبت، السيارة تقلبت، وأخي خرج يعني خرج من الفتحة مال السيارة، خرج تماما من فتحة مال السيارة، من قوة الضربة خرج من فتحة مال السيارة وأصيب في الرأس. طبعا كان إحنا ساعتها من شدة يعني الموضوع، لأنه بالنسبة لنا يعني تعرفوا تجربة الفقد بهذا الشكل، يعني إنه شخص جدا قريب ما كانت يعني بالنسبة لنا تجربة عشناها. يعني في أشخاص ماتوا علينا أشخاص، بس إنه شخص قريب ما كانت يعني كانت بالنسبة لنا تجربة جديدة. فأتذكر إنه كنت أفكر إنه كيف نخبر والدتي، كنا مشغولين إنه كيف نخبر والدتي. فوصلنا لقينا والدتي تبكي، فإحنا ما فاهمين إنه كيف بكت أو كيف عرفت. فأختي الثانية تقول أصلاً أنتوا طلعتوا من البيت وهي نهضت
بسرعة تقول أسعد راح، اسم أخوي أسعد، فقالت أسعد راح، فيقولون لها وجه راح، قالت خلاص راح أسعد اليوم ما بيبات معنا. فهكذا تقول. وبعدين لما جيت وصلت لقيتها تبكي يعني وتقول هنأك السعادة هنأك السعادة، كذا تقول يعني بعد ما خبرناها تقول هنأك السعادة، الله يهنيك السعادة، هكذا يعني الجملة. فحقيقة أنا يعني هذه من خبرها من 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 فأسأل يعني أختي تقول لي قلنا لها يعني الخبر صحيح. فتعجبت إنه هي كيف عرفت وأيضا بقت بتلك القوة. فما يعني طبعا لحد ما يجيبوا أخوي من المستشفى للتغسيل وهذا، أمي قامت من مكانها وقالت لنا جهزوا كل شيء. فاحنا نقولها إيش نجهز ما إيش نجهز، قالت جهزوا كل شيء، ما أريد ضيوف ابني يشعروا بالنقص، قالت ما أريد ضيوف ابني يشعروا بالنقص. فقلت لها يعني ما إحنا في مصيبة، قالت ما أرضى، طلعوا كل شيء. إيش طلعوا؟ طلعوا البسط، طلعوا الفناجين، أكرموا ضيوف أخوانكم، أخوكم يعني أكرموا ضيوف أخوكم. فنقولها ما. فبعدين جابوا أخوي، لما جابوا طبعا إحنا لأنه مثل ما قلت لكم كانت بالنسبة لنا التجربة الأولى، ما قدرنا نشوف ولا قدرنا حتى نفتح الغطاء، ولكن كانت والدتي مستمرة بالدعاء، كانت مستمرة بالدعاء ونحن نبكي. ثم بدأنا بقراءة القرآن ولا نعرف، لا نعرف أن الله تعالى كيف أنطقنا كيف تكلمنا كيف قرينا، ما نعرف حقيقة. إذا تسألوني ما يعني لسنا من الناس اللي تقول عنهم مثلا أهل تقوى ولا متعودين، لا، الله الذي أنطق، الله الذي صبر، الله الذي يعني ألهمنا الصبر. بعدها بدأت تتوافد علينا الاتصالات والرسائل، وبعدين اكتشفنا أنه أصلا الناس عارفة من زمان. ثم يخبرنا أخي يقول في حياتي لم أرى جنازة بهذه الكثافة وبهذه الحجم من الناس اللي حضرت الجنازة. يعني لأول مرة نرى من الناس تذهب سيرا في عزائه بهذا العدد الكبير. طبعا سريع، كفن سريعا ودفن سريعا. يقول لأخوي يعني واحد من أخواني يقول كأننا ما شالين شيء، يعني كأنه ما في جثة أصلا من الخفة وإحنا كنا شالينه. وأخي أنا كان يعني علي جسم ما شاء الله عني، لكنه سبحان الله لما كان في ما كان الجسم أصلا هو الجسم، فما كنا نعرف يعني كان سنه كأنه سنه رجع سنه كأنه 15 سنة، هو كان سنه 27 سنة. وكنا في الواقع الأمر نعد لزواجه، نعد لأنه نخطب له، لكن سبحان الله شاء الله أن يذهب إليه في هذه اللحظة. طبعا إحنا إدراك الحدث كان يعني فجأة سكون بعد ما دفن وكل شيء، كل الناس راحت لأنه طبعا كان في الليل. لما صحينا الفجر ما زلنا ما مستوعبين إنه في بيتنا عزاء، ما زلنا ما مستوعبين إنه في بيتنا عزاء. ولكن سبحان الله يعني حتى من كثرة الناس الذين كانوا يأتون إلى العزاء، حتى إحنا لدرجة إنه طلبنا من أمي إنها تطلع، قلنا لها خلاص ما إحنا تعبانين، لأنه 30 يوم تقريبا أو شهر كامل الناس تزور أمي لتعزيتها. فقلنا لها خلاص الأمر أصبح ثقيل، يكفي 3 أيام كان، ولكن الناس ما شاء الله عليهم كانوا تقريبا لشهر، يعني تخيلوا أنتوا البيت شهر مليان، البيت شهر كامل مليان، لا يفضى أبدا ما يفضى. فحسين نفسنا أنه ثقل استثقل علينا الأمر. فأمي تقولنا هذا لضيوف أخوكم، هذا لضيوف أخوكم، ف يعني اصبروا. فعنين قلنا لها لا أنت لازم يعني إنه إيش
يعني تطلعي على أساس إنه هذا ما يجوز أصلاً، ما يجوز إنه إحنا يعني نبيت في الحزن كل هذا الوقت. وفي نفس الوقت إرهاق، يعني كان بالنسبة لنا إرهاق، لأنه ما كنا يعني كما تقولوا ننام زين، ما كنا نرتاح، ما كنا، لأنه دائما في حالة استقبال للناس. طبعا كنا في محاولة للتعايش مع الأمر، وأعتقد السبب ربما كان وجود والدتي اللي كانت يعني تقولنا اطمئنوا هو عند الله، اطمئنوا هو عند الله. فكنت يعني فكنا يعني نصبر بعضنا البعض ومشينا الأمور. بعد تقريبا 11 شهر توفى ولد عمي، وأيضا كان عمره 18 سنة، وكان سعيد وكان رايح يشتري عشاء لأمه عشان يفرحها لأنه تم قبوله في وظيفة. وطبعا نفس الشيء كانت بالنسبة لنا، لأنه أيضا في حادث. بعدها تقريبا نفس الشيء بثمانة أشهر توفى جدي، وأيضا كانت العملية بالنسبة لنا أنه إحنا من مصيبة لمصيبة، من مصيبة لمصيبة، حتى أتت المصيبة الأكبر والشدة الأعظم، اللي بعد وفاة جدي بتقريبا ثلاثة أشهر تتوفى أمي. فعندها فعلا كأنه تعرفوا يعني تعرفوا الضربة 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 الضربة، وفي ضربة تكسر اللحام. يعني سبحان الله اللي حصل وفاة أمي، طبعا وفاة أمي قصة أخرى، ربما يوم من الأيام إن شاء الله سأتكلم عن أمي لعلي أكون فيها من البارين أو المحسنين لها، وسأخبركم قليلا عنها. يعني إنها أمي كباقي الأمهات أو أغلب الأمهات تعاني من السكري والضغط، واللي هو أغلب الأمراض المنتشرة عندنا، وما هو المرض اللي هو خلينا نقول القاتل. يعني كانت متعايشة معه، وكانت كل شيء، يعني كانت أمورها طيبة. وكنا قبلها بأسبوع في زيارة لجدتي أم العودة اللي هي أمها، فكانت تقول لأمها، يعني هي كانت تحب تحكي لأمها، برغم أنها يعني شوفوا كبيرة وعندها أحفاد وكذا، لكن كانت دائما تحب أن تحكي لأمها. فقبلها بأسبوع تقول حال أمها: أحس قلبي يؤلمني. فقلت لها: ما يعني أنا أعتقد أنه أنت يعني خلي عني شو، أنت أمورك زينة وكذا. فبعدين تقول لي أمل كذا، يعني تقول لي إياها صراحة: أمل، أنا سددت ديوني وما علي مبالغ على حد إلا خالتك، فإن مت قبل أن أوفيها فإن يعني أنا مأمنتنش أنه أنت تعطيها المبلغ قبل بأسبوع. فطبعا كانت حتى يعني أرملة خالي يعني كانت موجودة، فكانت تقولها: ما تقولي كذاك، الله يطول بعمرك، وهاي الكلمات يعني على أساس أنه كما قلنا تحاول أنه هي يعني على أساس أنه تطبطبها يعني وتهديها وكذا. فبعدين عادة أنا وأمي في السيارة نكون نسولف وكذا، أمي كانت هادية. اليوم الثاني قالت: ما أعرف إيش فيه، في آلام ما أعرف. فقلت لها: خلا ما أودش العيادة. فوديتها العيادة. بعدين العيادة قالوا لنا أمورها طيبة، ما فيها شيء، ما عندها شيء. أمي تقول: أنا ما أعرف إيش هي، ما قادرة أوصف الألم. بعدين قلت لها: ما نزلتي، خلا وديش المستشفى. وديناها المستشفى، أيضا قالوا مؤشراتها يعني الحيوية كلها طبيعية. رجعتها من المستشفى. بعدين واحد من أخواني كان يقول: أنا بجيب لها تلبينة، هذه عشبة وتسوى مع الحليب مثل الشربة، يعني تخفف شوية آلام البطن وهالأشياء. فبعدين سبحان الله شربت وهدأت، يعني سوينا لها إياها وشربت وهدأت.
هذيك اليوم كان يزورونا أعمامي وجدتي أم أبوي تزورنا وكذا، بعدين فجأة طاحت علينا وقالت يعني إنه كأني أودعكم وكذا. فبعدين أنا أقولها ما تماسكي، فهم سعفناها إلى المستشفى، سعفناها يوم الخميس، ويوم الجمعة كنا معها. فكنت آخر اللحظات يعني كنت، قالت لي أول شيء قالت لي أبا أروح أتسبح في المستشفى. طبعا كانوا معاملين لها وايرات وهي الأشياء، قالوا ما ينفع، قلت لهم لا هي رغبانة أنها تتسبح يعني هتروح. فشلنا كل شيء ورحت وديتها. فتقول لي بس مسكي لي الباب، مسكي لي الباب، مسكت لها الباب. بعدين قالت لي سرحي لي، سحي لي يعني. فسرحت لها شعرها وكانت مستسلمة استسلام غريب يعني، هدوء ما طبيعي. ما هي أمي، أمي من النوع اللي يتفاعل مع الآخرين، من النوع اللي يتكلم مع الآخرين، من النوع اللي حتى لو يتألم يعني يناشد ويسأل ويتكلم ويرحب. الغريب أنه كل الناس يوم الجمعة، كل الناس اللي تعرفهم الله ساقهم لها سوقا بما فيهم أمها. فكأنها تودعهم. فبعدين تقول حال أخوي، وأخوي من النوع اللي يعني من النوع اللي يحب يداعبها كذا، فيعمل لها مساج يعني وهي جالسة في الكرسي، فيقولها أيوة أيوة تدلعي خدايق أيوة، فيمزح معها يعني. فبعدين تقول تقول له إدريس أخوي هذا، تقول له إدريس أنا رايحة عنكم، فيقولها فيمزح معها، قالها ما تروحي مكان، أنت جالسة هنا هنا أتجلسي، ما حد يروح مكان، ما أنخليش، فيمزح معها يعني. فبعدين كأنه اشتدت عليها الشدة، فبدأت يعني أرطب لها شفاهها عشان تشرب ماي، فشربت. بعدين كانت خالتي الله يرحمها، أيضا للعلم خالتي الآن أكملت سنة، لأنه العام الماضي توفت خالتي، كانت تطعمها يعني، فأعطتها أكلها. وبعدين قالت لها يعني الحمد لله أنه أكلت يعني، فأكلت. وبعدين راحوا هم كلهم، بقيت أنا معها. فقلت لها ما مو تبغيني أسوي ليش؟ قالت لي أبغى أنام، غطيني. بعدين هي ترتب الحافة وشعرها وكذا، فتقول لي أبغى أكون زينة. فقل لها ما يعني كيف تكوني زينة؟ قالت أبغى أكون مرتبة. طبعا أنا ما كنت فاهمة الكلمة، وبعدين فجأة غابت عني كأنها راحت في مكان ما، حتى العين تغيرت، العين نفسها تغيرت، تحولت زرقاء، فكنت أشوف المنظر ما قادرة أفهم. بعدين رجعت مرة ثانية فأقولها ما، بعدين يعني أقولها ما أكلمش، فبعدين أقولها مالش، فبعدين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لها ما مالش في ألم الشيء؟ قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، فقط لا تقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين قلت لها طيب تبغي تنامي تبغي ترتاحي؟ قالت لي أيوة أبغى أنام. فقلت لها زين ما أنا كان يفترض أنه أسافر في ذلك اليوم. فبعدين قلت لها إنزين ما أنا في سفر والحين طائرة، فما أعرف هل تبغييني أجلس معش وأجل السفرة، ولا يعني أنت يعني قولي لي، إذا ما راضي أنا خلاص أجلس. قالت لي لا راضي روح روح الله يحفظك. فذهبت، وطبعا وصلنا الخبر أنه تخيلوا طريقة وفاتها، أن أختي كانت معها وكانوا شالينها غرفة الأشعة، وتخيلوا يعني هي اللي طلعت سرير مال الأشعة، هي اللي طلعت سرير مال الأشعة. فتقول أختي طلعت السرير، فتقول بس أسمعها تقول، فتقول على بالي تنهيدة التعب، وهي خروج الروح بهذه البساطة. فأختي تقول كنا المغرب، كانت المغرب تشرب شربة، وكان والدي يمازحها فيقولها أنا أسبقش، يلا من اللي يشرب أسرع. ف
فأختي طبعا انصدمت لأنه شافت أمي ما تتحرك، يعني هي على بالها تنهيدة التعب، لكنها كانت خروج الروح. فطبعا نادت الأطباء، حاولوا يسعفوها، قالوا لها خلاص اتصلوا فينا، وإحنا كنا خلاص مسافرين أو واصلين البلد. طبعا حاولنا أنه إحنا نرجع نشوف لنا طائرة أنه نرجع في نفس الوقت، ما لحق، ما شيء طائرات كان إلا الفجر. طبعا ما لحقت لغسيل والدتي. أنك ترجع البيت وترجع وما موجودة الإنسان اللي تدور عليها، اللي إحنا تعودنا كذا لما نسافر ونرجع، كانت أول واحدة تستقبلنا والدتي، وكانت أول شيء تسويه اللي هو تعرفوا الحلويات، ترمي الحلويات والريحان، ورق الريحان ترمينا إياه، يعني إنه هي فرحانة إنها شافتنا. فلما تدخل وتتلقاك، وخاصة أنه أنا كنت البنت الأكبر يعني، فطبعا يعني سبحان الله، يعني أنه تتلقاك النساء وليست أمك. فكنت أبحث عنها بين وجوه النساء أبحث عبثا. وأريد أقول أنه قد تفقد وتفقد 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 وتخسر، لكن هناك فقد يعادل كل أنواع الفقد، كل أنواع الفقد، ويصبح بعده الفقد لا شيء، ويصبح بعده الفقد لا شيء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. الحمد لله. بعدها كيف نتعايش مع هذا الأمر؟ كيف نتعايش مع هذا الأمر؟ حقيقة حقيقة خلينا أقول لكم إنه يعني إحنا ما قدرنا نتحمل البيت اللي موجود اللي إحنا عايشين فيه، لأنه كانت كل زاوية تنطق بصوتها، كانت كل زاوية تنطق بصوتها، كل شبر في الحارة كان يذكرنا بأمي، كل شبر في الحارة، لأنها كانت امرأة نشيطة، امرأة اجتماعية، امرأة من النوع اللي المعطاء، من النوع المساعد، من النوع اللي يروح ويجي، ومن النوع اللي خلينا نقول نشيط، واللي يحرك المكان، ودائما في عندها هذيك الطاقة الإيجابية اللي لما تجلس يعني معها تجد أنس وسعادة، يعني ما مستحيل تمل من جلستها. فسبحان الله أصبح المكان كله موحش، بما فيهم الجيران استشعروا هذه الوحشة، بما فيهم الجيران كانوا يستشعرون هذه الوحشة. لكن سبحان الله تركنا المكان ونحن في محاولة للتعافي. وأنا أريد أقول لكم إياها، محاولة التعافي هي محاولة للتخلص من الألم، وهذا أكبر خطأ ارتكبناه. يعني إيش هو محاولة التخلص من الحزن؟ يعني كنا مستعجلين على أن نتخلص من الحزن. وعلى فكرة أنا واجد تجيني رسائل إنه إحنا نعاني، يعني واحدة تجيني توها شهر أمها متوفية، فتقول ما قادرة أخرج من الحزن. يا حبيبتي، ولماذا تريدين أن تخرجي من الحزن؟ أول شيء الله سبحانه وتعالى لما يقولنا وبشر الصابرين، أي بشر، يعني تعامل مع هذا الحزن وتقبله، تقبله إنه مرحلة من مراحل حياتك وإنه حاجة في حياتك. ولذلك أكبر خطأ إنك أنت تحاول تتخلص من الحزن. تقبل الحزن. نعم، عدم البكاء صدمة. أنا لما توفى أخوي ما بكيت في البداية، بعدين طبعا جات الممرضة وضربتني كف عشان أبكي لأني ما بكيت. محاولة إنك أنت تقولي أريد أخرج غصب،
أريد أطلع من الحزن غصب، أنت أشبه بمن ينزع، يعني النفس تحتاج إلى إيش؟ إلى أن تؤخذ بالروية، تؤخذ بالروية، بمعنى أنه ما تقول حال نفسك أيوة، ما تقول حال نفسك لا أنا يعني لازم أكون قوي، أنا لازم أشد حيلي. نعم صحيح، حدث نفسك هذا الحديث، لكن لا تتضايق، لا تتضايق من فكرة أنه أنت الآن تعيش الحزن. في ناس يعني تقول أنا تعبانة من كثر الحزن، تعبانة. فأنت بهذه الطريقة، كلمة أنا تعبانة من الحزن أي أنك تقاوم الحزن. وهنا هذه كانت غلطة، هذه غلطة كبيرة إحنا اقترفناها، وكان يفترض إنه نتقبل فكرة إنه هذا الحزن مرحلة ولازم نعيشها، هذه مرحلة وضروري نعيشها. طيب كيف نتعامل معها؟ كيف نتعامل معها؟ وإن شاء الله اليوم أيضا سأخبركم كيف نتعامل معها بشكل يعني سريع. أول مرحلة نتعرض لها هي مرحلة الصدمة، أول ما نتلقى الخبر نصدم، يكون عندنا ما ننام. طبعا النوم ما ننام، أي على فكرة أنا ما أتكلم بس عن الموت، للعلم ترى الفقد ما شرط الموت، يعني خلي في بالكم إنه الموت ليس هو فقط الفقد، ممكن تفقدي إنسان عن طريق الطلاق، الانفصال، أو حتى الخيانات، أو حتى يعني شخص مثلا غاب وما تعرفي أين ذهب، ذهب ولم يعد، يعني ما تعرفي. فهذه كلها أشكال من أنواع الفقد، وكلها متعبة وكلها مهلكة للإنسان. ولكن متى تصبح الإنسان هلاك؟ إذا كان هذا الشخص جدا قريب، جدا قريب، ويصبح أشد قسوة إذا كان الشخص أصلا توه بخير وعافية وجنبكم ويصير ويجي، ما كان مريض. يعني في ناس مريضة مثلا صار لها فترة في العناية ومعروف إنه حالته صعبة، ففي شيء من التهيئة. لكن لما يكون الشخص معك، يعني أنا أخوي كان قبل نصف ساعة كان يأكل المشاكيك مع والدي، وكان يقول حال والدي، يعني قبل ما والدي أصلا يقوم يجلس كان شايفينه، فيقول حال والدي، با تبغى، يقول له تبغى مشاكل، فقال له لا مايلي نفس، فراح. فأبوي يقول له لا تتأخر، فكانوا يأكلوا مشاكل أصلا. وبعدين راح مع عمي، طلعوا يعني. لكن هي الفكرة إنه دائما الحدث في البداية يكون قلق، يقظة، وفي كوابيس، في كوابيس إنه أنت تكوني مشتاقة الشخص هذا، تحلمي إما تحضنيه أو تحلمي إنه هو رجع وتعاتبيه، ليش رحت؟ وبعدين يقول ليش أنا موجود، بعدين تصحي على حقيقة إنه لا ما موجود، وتتمني إنه أصلا اللي أنت عايشتنه يكون حلم. هذه مرحلة اللي هي الصدمة في البداية. بعدين مرحلة اللي هي الإنكار ومحاولة الهروب، الإنكار والهروب، وهذا طبيعي إنه أنا أحاول إنه أشغل نفسي، أشغل نفسي، أشغل نفسي، أشغل نفسي، عشان إيش؟ عشان ما أفكر. وقلت لكم هذا خطأ كبير، خطأ كبير. خطأ كبير إنه إحنا كنا إيش؟ نحاول ننكر. وهذا طبعا مرحلة من المراحل يمر فيها أي إنسان يمر بأزمة فقد أو بأزمة خسارة. بعدين اللي هي مرحلة التعافي، يبدأ الشخص خلاص يدرك إنه هذا أمر لا محالة، وإنه هذا، هل كلنا متساويين؟ لا، في ناس تدرك سريعا، في ناس عندهم رباطة جأش، وفي ناس صبورين وهم الذين يفلحون ويخرجون بسرعة من الأزمة، وفي ناس لا تطول عندهم. وطبعا ما كل الناس نفس الشيء، ما كل الناس نفس الشيء، وهذا لازم نفهمه ونتقبله. وأيضا عندما نحضر إلى عزاء، يا أخواتي نصيحة، لا تحاولي إنك أنت
تبيني إنه هذيل الناس غير صبورين أبداً، لأننا لا نعلم، لا نعلم أول شيء ما مقدار، يعني في النهاية الإنسان لا يشعر بألم الآخر إذا كان ما صايب إنه أصلاً وما يعرف عنه. فلا تتحدث بمثالية أمامه، لا تتحدث بمثالية، قل له ادعو له، ذكره أن يدعو، لكن ما تقول له مثلا لا تبكي وشد حيلك والكلام هذا، لا، لأنه خاطئ خاطئ خاطئ. أكبر خطأ إنك أنت تقول حال إنسان اصبر، بمعنى كلمة اصبر، على فكرة كلمة اصبر عند العمانيين وعند العرب أي لا تبكي ولا تظهر إلا 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 الصبر والثبات. كن جزع أي كن ثابت، وهذا أكبر خطأ. فعندما تذهبون إلى عزاء، يعني فليكن فينا هذاك التعاطف. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان فعلا ما ناقص نصيحة. في ناس تجلس مسوية نفسها أم النصائح، هذا أكبر خطأ، هذا أكبر خطأ. ولا نعلق على أحد. مرحلة التعافي على المدى الطويل هذا يكون أحيانا الشخص خلاص بدأ يتأثر بآثار الحزن اللي صار له، وتبدأ تعطي نتائج، فعندها يطلب المساعدة ويطلب إنه ممكن يروح عند أطباء نفسيين أو غيره. هذا طبعا كله حسب يعني قدراته وحسب تحمله. الفكرة يا أخواتي الآن، ما مهم إيش المراحل اللي إحنا نمر فيها، المهم هو إنه الفقد سنة، والآن كيف نخرج بشكل صحيح من مرحلة الحزن ونعود. ما أقول نعود إنه كما كنا، لأنه ما نعود كما كنا، خلينا نكون واقعيين، نحن بالمواقف نتغير، نحن لا نصبح كما كنا، وهذا اللي يفترض إنه إحنا نتقبله، نحن لا نكون كما كنا. هذه حقيقة، لن نعود كما كنا، لأنه أصلا سنة الله في الأرض التغيير، التغيير. فاقبل أنك لن تكون كما كنت، لا تحاول تعيد الماضي، تقبل أن الحياة تتحرك. فلا تقول إنه أنا أريد، يا ليت، أيا ليت، هذه ليت ما تنفع، ما تنفع، خلاص. هي سنة الله على الأرض التغيير، هو الذي لا يتغير وكل شيء يتغير، فنقبل هذا الأمر. طيب كيف أصلا، كيف إحنا ندخل دائرة الألم عشان نعرف كيف نشفى؟ كيف نشفى؟ نحن عندما نصدم نتحدث، قد نتحدث بصمت وقد نتحدث بصوت. فماذا نقول؟ يعتمد على كل واحد. الثابت ماذا يقول عند الشدائد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الثابت يقول ذلك، الثابت، لأنه إيش؟ أول ما شاف المصيبة عند الشدائد يقول إنا لله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. على طول يتحدث أول شيء. طيب بعد الحديث، لأن الحديث يعطيني على طول استجابة، الحديث يخلي عقلي يستجيب مع الحديث. فإحنا مو نسوي أغلبنا كيف يتحدث لما تجي مصيبة، خلينا نكون واقعيين، كيف يتحدث أغلبنا عندما يصاب بمصيبة؟ يعني ممكن ليش أنا وكيف راح وليش راح وإلى آخره بالصراخ، أو يصمت مثل ما أنا سويت، وكان هذا كله خطأ. لماذا؟ لماذا؟ لأنه الحديث هيجيب لي الفكرة، والحديث دائما يجيب لي الفكرة المشابهة له. فإذا تحدثت إذ بي على طول أجيب الأفكار اللي في الماضي، فأبدأ وش أقول؟
يا ريتني عاملت كذا، ويا ريتني تعاملت كذا، ويا ريتني سويت كذا، ويا ريتني فعلت كذا، ويا ريت ويا ريت ويا ريت ويا ريت. صح ولا لا؟ على طول تقل فكرة. فإذا أتت هذه الفكرة، ها، على طول ولدت عندي مشاعر، على طول ولدت عندي مشاعر، ثم هذه المشاعر تعطيني سلوك. فإذا دائما إذا أردت أن تشفى مما أنت فيه، ها، يثبت الله، يثبت الله، دائما أذكر الله في المصيبة، لأنك إذا ذكرت الله في المصيبة، إذا ذكرت الله في المصيبة فإن الله يثبتك. ليش؟ لأنه هدقيك الأفكار المناسبة التي تدعمك. ليش؟ لأنك ستتذكر أنه قضاء الله، وستتذكر أنه أمر الله. لا، ما في بأس بإذن الله تعالى، ما في بأس، ما في بأس، ما في بأس بإذن الله تعالى. فالإنسان عندما يتعرض إلى فقد، أول شيء يتذكر لسانه، ولذلك من عود لسانه على الذكر، عودوا لسانكم على الذكر حتى إذا ما اشتد، اشتدت عليكم، ها، اشتدت عليكم المصيبة وثقلت، قلتم إنا لله وإنا إليه راجعون، أو قلتم الحمد لله رب العالمين ولا يحمد على مكروه سواه. أي كان نوع الذكر، ليش؟ لأنه هنا أنت تستندين إلى الله. لماذا؟ لماذا نحتاج أن نستند؟ لأنه مباشرة إذا ذكرت الله، ذكرت أن هذا قضاء الله، على طول تجي الفكرة أنه هذا قضاء الله. وسبحان الله، أنا قلت لكم وفاة أخي، الله الذي أنطقنا، الله الذي أنطقنا، ما إحنا نطقنا، وكأنما الله تعالى يعدنا لما هو أكبر. يعني موت أخوي يعني كأنه تدرج، كأنه تدرج، يعني أخوي، ولد عمي، جدي، بعدين أمي، الفاقعة الكبرى، وكانت فعلا بالنسبة لنا كان مثل التدرج، لأنه فعلا الله تعالى ينزل البلاء وينزل معه الربط. الله يربط على قلوب قلب الإنسان الفاقد، ما يتركه ولا ينزلها عليه لكي تكسره، ولكن الإنسان عليه أن يتذكر الله، يتذكر الله كلما ألمت بك مصيبة. لذلك أول مرحلة في الحزن، يا حبيبتي لا تكوني الشخص الذي يعني يعتزل الناس ويقول أنا ما محتاج حل حد. في المصيبة أنت تحتاج للناس، وجود الناس المعزين يعني يخليك إيش؟ يعني يخليك تثبت. طيب إيش هي الأخطاء التي تقترف في حقنا في مثل العزاء؟ من ضمن الأشياء اللي تصير، هتجي واحدة تقول لك أنا شفته في البيت الفلاني اللي يصرخ، لا تتحدث عن بيت إن دخلته. والأصل أن يكون إيش؟ على الأقل إن لم أعرف أني واسع، على الأقل أظهر التأثر، لأنه الإنسان في تلك اللحظة في واقع الأمر، الإنسان في تلك اللحظة محتاج جملة تصبره. فإيش الجمل اللي تصبره؟ أذكر الله، أدعو له، أدعو له، ذكروهم بأنهم في مكان أفضل. لكن إحنا منسوي في البعض، وحقيقة في بعض النساء كذاك، لا تبكي، شفت فلانة تبكي واجد، ما سكتت وهي تبكي، وكذا وكذا وكذا. أنت لست في مكانها، وقد تبتلين بما ابتلت، وقد تبتلين بما ابتلت، إلا هتبتلين بما هي ابتلت. و
ولكن الإنسان يحتاج إنه إيش؟ أن يكون ضمادة. أيضا لا تعلقي على أي كلمة، على أي كلمة خاطئة تصدر من هذا الإنسان. أي كلمة خاطئة تصدر من إنسان لا تعلقي عليها، لأنه هذاك الإنسان قد لا يعي أصلا ما يقول. فإذا كنت تبغي تنصحيه امسكيه، احضنيها المرأة، احضنيها اللي هي مثلا تقول كلمة غلط، مثلا تقول كلمة فيها اعتراض، كلمة فيها اعتراض على أمر الله تعالى، احضنيها ثبتيها، لا بأس لا بأس لا بأس، اذكري الله تعالى. لكن في نساء ماذا؟ تنهر ومسوية نفسها أهل الذكر، وما كذاك ما كذاك، هذا أكبر غلط. لا تدخلي إلى الناس هاجمة، قولي كلمة طيبة، لأن الإنسان في تلك اللحظة يريد أن يسمع كلمة طيبة. وهذا على فكرة ما بس مع الناس اللي يعني مثلا شو اسمه اللي توفى عليهم إنسان. يعني أنا أعطيكم مثال بسيط، مثال بسيط، مثال بسيط جدا. يعني مثلا واحدة طلقت، مثلا تجي واحدة ايش تقولها؟ خليه، استرحتي منه، فكه، روحي غني، وابا اشوف ايش تصيحي، وابا اشوف ايش تحزني عليه، هذا ما ينحزن عليه، هذا ما يبكى عليه. وهذا من الاخطاء، من الاخطاء الكبيرة اللي تقال لامرأة مثلا تطلقت أو تعرضت لأزمة أو تعرضت لخيانة أو غيره، نجي نسمعها بهذه، نسمعها هذه الكلمات. ليش؟ على فكرة الإنسان المصاب يحتاج أن حد يسمعه، يريد يفضفض، هو يتألم، يتألم ويريد يفضفض. فتجي هي تقولها خلى عنش، بس عقب يوم راح هو، الله بيرزقش أحسن عنه، ما وقته، ما وقت نصيحتش. نصيحة هذه في حزة الأزمة ما وقتها. واحدة تقول ليش أنا أتألم، قلنا أعرف، أتفهم، أحزن، أنا حزينة، أعرف، أتفهم، لكن مو يسوينا الحريم، خلا 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 شو اسمه، خلا طلعي. طب البنت الحرمة ما طايقة نفسها، والله انت ما فيش عقل تصيحي علي ذا، انت ما فيش عقل تبكي علي ذا. سبحان الله، بينهم عشرة وبينهم ميثاق غليظ، وما تبغيها تبكي. يعني تستغربين من بعض النساء كيف تتعامل. وعلى فكرة أي واحد، وحتى على فكرة طلبتنا اللي هم طلبة الثانوية، إذا النتيجة عندهم نتيجة مالها، يعني ما النتيجة اللي يتأملوها، ما النتيجة اللي يتأملوها؟ مو يجلس الآباء والأمهات مو يقولوا له دواك، يوم قلنا لك ذاكر مو فقد، يوم قلنا لك ذاكر. فأيضا حتى في التعامل مع الأبناء اسمعه واسمع لحزنه، لأنه هو أصلا الآن أمام صدمة يحتاج فيها إلى التعبير. لكن إحنا دائما مسويين نفسنا وش يسموه هناك؟ جراندايزر، مسويين نفسنا جراندايزر، وفي الواقع إحنا لو كنا في موقعه ربما كنا أسوأ منه. فنحن نحتاج إلى التفهم يا جماعة. أسوأ شيء إنه إحنا لا نفهم الإنسان المحزون. ما الذي يريده الإنسان المحزون؟ أن تسمعه يقول لك أنا حزين، أعرف، معلش معلش، أريد أبكي، أبكي أبكي، أحس ما طايق نفسي. طيب كيف أساعدك؟ كيف أساعدك؟ طيب بهذه الطريقة الحوار، أحس أريد أطلع، طيب خلنا نطلع. لكن الناس ماذا تفعل؟ والله أنتي نبى واحدة دلوعة، بس يعني لا أنتي أول واحدة ولا آخر واحدة طلقت، خلاص عيشي حياتك، كل
الناس، يعني المشكلة أنه إحنا لما نساوي الناس ببعض ونتعامل معها وما نعرف أنه ممكن يكون في ناس أصلا من شدة الحزن قد تناموا ولا تنهض مرة أخرى، ونحن حضراتنا مسويين نفسنا أبو العريف في النصيحة، وهذا أكبر خطأ. لذلك انتبه إلى الناس الذين أمامك، إذا تشوف أن الناس اللي أمامك ما يساعدوك وما يسمعوك أنا أقول لك اتركهم، إذا أنت حزين اتركهم روح عنهم، لأن الجلوس بنفسك أفضل من الجلوس إلى ناس لا تفهم ولا تستشعر حزنك. الرقم 2، خذ راحتك. إيش يعني خذ راحتك؟ يعني لا تفعل شيء بسرعة وانت توك في الحزن، يعني مثل ناس خلينا نقول أم مثلا على سبيل المثال، الأم فقدت ابنها قلش أبا أرجع يعني إلى العمل والراحة وكذا، أنت تحتاجين إلى أن ترتاحي. ليش؟ لأنه لا تعتقدي أنه كثرة العمل ستنسيكي، أعطي نفسك راحة. ليش؟ لأنه الحزن يهد، فأنت محتاجة إلى أن ترتاحي، خذي راحتك. يا أخواتي لا تستعجلي على الحزن، لا تستعجلي، يعني ما تبغيه بسرعة يخلص وفي نفس الوقت ما تخليه يطول. هنا الفكرة، يعني تكوني إيش؟ بقياس، تعملين الشيء بقياس. لا نفس الشيء تقولي أنا حزينة وراعيوني يعني سنة كاملة وهي حزينة وراعيوني، لا هذه حزينة وراعيوني سنة، هذه لا، تعامل غير، لكن تو أسبوع أسبوعين نحن نحتاج فيها إلى أن نتريث وما نستعجل. نحتاج أنه أيضا أن نشم الهواء. كيف يعني؟ يعني حبيبتي ما تحبسي نفسك في البيت، ما تحبسي نفسك في البيت، بمعنى انه اخرجي حتى تغيري، لانه احيانا الاماكن تذكرنا بمن فقدناهم، فلا تلزمي الاماكن، اخرجي حتى تستطيعي. 5 أشهر واجد، نعم واجد، تحتاج. الامر الاخر، اكتب دائما عن مشاعرك، اكتب. إذا ما كتبت على الأقل فضفض، إذا لم تكتب فضفض. يعني إيش؟ في ناس تكتم، ويا حبيبتي لا تكتمين. جدتي تقول، تخبرني لما ماتت، توفت أمي، تقول النساء كتموني. قلت لها ما كيف كتموش؟ قالت ما خلني أصيح. تخيلوا أنتو إنسانة فاقدة بنتها، وما بنت صغيرة، وأكبر أولادها أو أكبر بناتها يعني، وبعدين الحريم يقول لها لا تبكي. وكبار السن، أصلا كبار السن لابد أن نتعامل معهم برفق، لأنهم شافوا واجد في حياتهم، كيف أنت تقول حال إنسانة لا تبكي؟ فقلت لها ما ابكي الآن، ابكي. خليتها تبكي. قالت حرمني إني أنا أبكي. المشكلة أنه إحنا الحريم يستحي من بعضهن البعض، يستحن، ما يبغينها حتى تبكي. قم برعاية نفسك، وهذه مهمة جدا. يعني يا حبيبتي إذا الله سبحانه وتعالى ابتلاك، هذا لا يعني، أي هذا أكبر خطأ أيضا، هذا على فكرة مع الرجال أيضا، وهذا أكبر خطأ. الرجال يبكي، قالوا لا، وين الرجال ما يبكون؟ ليش؟ ما بشر، ما إحساس، ما إحساس، ما عنده إحساس. سبحان الله، البكاء ليس ضعف. النبي كان يبكي، النبي شوهد يبكي عند قبر أمه. هل معناه أنه هو لا يشتكي لله؟ لا، يشتكي لله.
الدموع دلالة على حضور المشاعر، هذا تطهير وتصفية. ولذلك أكبر خطأ لما تقولوا يعني لما تقولوا حال رجال لا تبكي، بل يبكي. ليش؟ أليس إنسان؟ ما علاقة الرجولة بالبكاء؟ ما له علاقة، البكاء للجميع. فهذا شيء يعني غريب فعلا، إنه البعض يعتقد إنه البكاء يفترض إنه بس يبكي فقط اللي هو الحريم ويولول الحريم، يعني يمكن الصراخ ما مناسب. نعم، لكن البكاء لما لا يبكي؟ قم برعاية نفسك، يعني رعاية نفسك يعني إنه لا تهمل نفسك، لا تهمل نفسك. صحيح، نفقدهم لأن الذي يعذبنا ذكراهم. إحنا أكثر شيء عذبنا الذكرى، نتذكر الذكريات هي اللي تعذبنا، وتقصيرنا هو الذي يعذبنا. لكن أيضا لا تهمل نفسك، ابدأ إيش؟ ارجع إلى ماذا؟ ارجع إلى حياتك شوي شوي. أنا سمعت إنه في بعض المناطق، في بعض المناطق ثالث يوم يكسرون الحزن عن طريق إنهم هم يتحنوا، وهذا شيء جميل. ليش؟ لأنه كل شيء يفترض الإنسان لا يتعلق بالحزن. الله تعالى يقولنا ولا تهنوا ولا تحزن، لا تهنوا ولا تحزن. نحن ما المفروض إن إحنا نستمر، نقوم وإن كانت الذكريات تؤلمنا. لا تعزل نفسك، أسوأ شيء الناس اللي تعزل نفسها. ونصيحة، العزلة تقتل، ما تعزل نفسك. وكثرة البكاء، نعم كثرة البكاء، بس ما احنا ما قلنا كل يوم نبكي، لا ما كل يوم نبكي. لكن إذا أنا أريد أبكي، ليش ما أبكي؟ هنا السؤال. يعني مثلا أعطيكم مثال، أحيانا وأنت تحكي تتذكري تبكين، لكن هي الفكرة إنه أيوة بالضبط، قبل النوم لا تفعليها، لا تبكي قبل النوم، لا تحاولي استرجاع الذكريات قبل النوم. حاولي بقدر الإمكان أن تنامي على آية، على قرآن، تقرأين القرآن، تصلين، تشتكين لله ثم نامي. لكن لا تنامي وأنت حاطة صورة على صدرك وتبكين. يعني أنا أقولها لك لا تفعلي ذلك، وارحمي نفسك، لأن الله تعالى يسألك عن ذلك. الصبر هو أنك أنت توجدي طريقة لنفسك. هذه الطريقة وش يكون فيها؟ إدارة لمشاعرك. لكن عندما نذكر الميت وتنزل الدموع عادي، إيش المشكلة؟ نبكي لأننا بشر في النهاية. شوفوا، لا يوجد إنسان فقد إنسان وينساه. كذب من قال أنه نسى، كذب من قال أنه تشافى، كذب من قال أنه تعافى، كذب من قال أنه الآن سعيد بعد الفقد. قلنا إحنا لا نعود مثل ما كنا، لكن نحن نعيش قبولا وتقبلا، وهذا هو الصبر، أن نتقبل الأمر رغم مرارته، وأن نؤدي ما علينا فوق هذا، يعني فوق هذا الألم. هكذا يكون الصبر، أننا نتعامل ونتقبل الحزن ثم نقوم ونؤدي ما علينا. هل ننساهم؟ لا، دائما دور حال نفسك طريقة للتعامل. كيف يعني؟ يعني أنا أقول لك إياها مثال بسيط. أنا في واحدة من الأخوات جزاها الله خير، لما كنت أصلا في فترة ما كنت متقبلة فكرة أن أمي ما موجودة، كنت أحاول أنه أنا أهرب من هذه الفكرة، فعطتني حاجة، قالت لي أمل، هل تتوقعي أن أمش بعيدة عنش؟ يعني أنت يعني كيف تنظرين للموضوع؟
هل انت الام بالنسبه لك قصد؟ قلت لها كيف؟ قالت لي ترى عشان انت تقدري تقابليها متى ما شئتي. قلت لها كيف؟ قالت اطلبي من الله انك تقابليها وبتقابليها. انا في البدايه ما كنت فاهمه. قالت كلما اشتقتي اطلبي من الله انك تقابليها. وفعلا سبحان الله، ما ان قالت لي هذه الجمله وامي لا تتركني يوميا، لا تتركني يوميا ولله الحمد، لا تفارقني، لا تفارقني يوميا في زياره، يوميا في الحلم، يوميا في الحلم اشوفها، يوميا يكاد لا يمر يوم ما اشوفها. اذا مر يومين او ثلاثه ايام واليوم الرابع تجي زيارات بكل يعني جالسة معنا، تنصحنا، تنصحني، تكلمني، تعطيني إرشادات. أطلبي من الله تعالى سيريك إياهم، أطلبي من الله تعالى. وصدقوني هذا الأمر، فقط أطلبي من الله تعالى قبل ما تنامي، يا رب أريده، أريد أشوف، أريد أشوف فقط، ونامي وسيأتي. اليوم اللي يعني أيضا نحن نصل موتانا بشيء، والناس الذين فقدناهم، شوفوا الله تعالى إيش يعطينا، شيئين جدا مهمات. شوفوا الشيئين وأرجوكم ركزوا فيهم. الشيء الأول بالنسبة للناس اللي مات عليها إنسان، صلوهم بالدعاء وبالصدقات، ما تقطعوا، لا تقطعوا الدعاء ولا الصدقات، صلوهم، والله إنهم سيزوروكم وسيشكروكم وستجدوهم بأحسن حال. ادعي وتصدقي كلما كانت هناك فرصة للصدقات، حتى لو إن شاء الله بيسة واحدة، حتى لو كلمة طيبة قلتيها لإنسان، انوي بها أن تكون صدقة لأمك أو أبوك أو الشخص الذي فقدتيه. أيا كان. الأمر الثاني وهو بالنسبة للناس اللي اتطلقت أو انفصلت أو غيره، أقول لها الله تعالى ماذا يقول لك؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، اذكر الخير أيا كان، حتى وإن كان ظلمك اذكر الخير. أنا أتكلم عن الفقد بأشكاله، أتكلم عن الفقد بأشكاله، طبعا أكيد الفقد أقسى، فقد الموت أكيد، لكن أنا أتكلم عن إن الإنسان يمر بصدمة. ولا تنسوا الفضل بينكم، دائما اذكر. لماذا؟ هذه نسميها احنا الصبر. ايش الصبر؟ هو الصبر انني اذكر الايجابي، لان الايجابي هو الذي يثبتني، اذكر الاشياء الجميله. اذكري ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني الا في خير، الموضوع في خير، يعني هذا الانسان ابدا ما شفتي منه خير، ابدا ابدا ابدا، ولو حاجه واحده، هل يعقل؟ ما معقولة. إلا هناك شيء خير، اذكري ذلك الخير ولو كان واحدا، حتى إيش؟ حتى تتعود على فكرة إنه أنت تصبري نفسك، صبري نفسك. وإلا لماذا؟ على فكرة واحدة تقول إنه ما يستحقوا إن احنا نذكر الخير، وإنه ما يفترض إنه نذكر الخير، أنا ما شفت منه شيء. فوالله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، وأنت تقولي ما يستحق. الله تعالى يخبرك إيش يعني؟ يعني إنه الإنسان هنا يتعلم التسامح، التسامح اللي يرحم قلبه. لو أنا تسامحت قلبي راح إيش؟ راح يرتاح. وإذا ارتاح أنا اللي فايزة، ما هو اللي فايز؟ الشخص اللي ظلمني، الشخص اللي تعدى علي، ليس هو الفائز، أنا الذي أفوز،
أنا باغية الآن أن أعتني بنفسي، هي هذه الفكرة حبيباتي، ما الفكرة أنه يستحق ولا ما يستحق. أنت التي تستحق الخير، أنا أتكلم عنك، أنت التي تستحقين الخير. ألا تستحقين أنت الخير؟ ما تريد حال نفسك الخير؟ طيب الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، عشانش، عشاني، أيوة أنا أسامح من أجلي أنا وليس من أجله، أي إن كان أذكر الخير، أي إن كان شكله أذكر إلا في خير، على الأقل قابلش مرة واحدة عشاء، مرة واحدة قابلش عشاء على الأقل. لماذا؟ لأنه هذا هو الذي سيعينك، أي أنك تذكرين دائما الأشياء اللي قابل. كيف تكون المسامحة؟ أذكري الخير أو لا تفكري بالشر، أذكر الخير ولا تذكر الشر اللي صار. لماذا؟ حتى إيش؟ حتى يكون مثل ما يقول إيش، دائما نحط الحلو فوق والمر تحت، حتى أنا أرتاح، أستطيع أني أقوم وأنجز وأشغل نفسي بأن إيش؟ الآن هذا وقته، حال نفسي، هذه نفسي هي التي تحتاج الآن إلى عناية، هذه نفسي التي تحتاج إلى عناية. أيوة، يعني مثل ما قالت مريم، ما في داعي أنك تسبي وتلعني وما أعرف كلمة، ويعني والله إنك تتعبين نفسك. وعلى فكرة كلما تكلمتي بالشر عن إنسان ظلمك والله إنك تؤذين نفسك. الفضفضة يجب أن تكون فضفضة صح، فضفضة صح، أنا حزينة، أنا متألمة، أنا مصدومة، نعم، لكن أروح أقول وكان كذا وكان كذا وكان، وتقست عدت كل عيوبه، بالله عليك تقول، وبعدين في الآخر تقول مو أذكر ومو أخلي، خليها بس مستورة وتنام مغمومة. لابد أن تعيشي وأنت إيش؟ وأنت متصالحة مع العمل. لماذا؟ حتى يبدلك الله خيرا. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا، اللهم آجرني في مصيبتي، هذه معناتها. ومعناتها كيف الله تعالى يأجرك في مصيبتك؟ أن تتقبلي، لما جاءت أم سلمة وراحت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقالها قولي هذه الجملة، وقالت هو في خير من أبو سلمة، الله تعالى أبدلها بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما اقتنعت بالجملة وعرفت أنني إذا ذكرت الخير سيبدلني الله خير، لكن إذا جلست أعيش في الحزن وأتمرغ فيه سأبقى أعيش في الحزن. دائما أقول الخيانة لا تعيبني، الخيانة تعيب من خان، الخيانة لا تعيبني، تعيب من خان، الخائن هو اللي ينعاب ما أنا، فلماذا أعيش في حزن الخيانة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخيرا املأ الفراغ بشكل صحيح. كيف يعني؟ كل فقد يعني صار في فراغ عندك، كل فقد يحدث نقص، وهذا النقص لابد أن يملأ، فانتبهي أن لا تملئيه بشكل خاطئ، ما تملئيه بشكل خاطئ. كيف يعني؟ يعني مثلا واحدة تقول لش أنا عشان أهدي الحزن أقوم أكل واجد، تاكل الأخضر واليابس، ليش يا حبيبتي تاكل مقهورة؟ خلوني حتى الأكل ممنوع. لا حبيبتي بس الأكل كثير يعني بهدلش، كيفي حزينة وعبر عن حزني أفرغ طاقتي؟ هذا خطأ، لأنه بكرة بتنطبي يعني طبة واحدة. أيضا في ناس مثلا عشان تفرغ تروح تتسوق 24 ساعة، تتسوق في الأسواق في الأسواق في الأسواق لحد ما تفلس، هذا خطأ كبير. وفي ناس بس كله إيش؟ تشتكي 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 تشتكي. وفي ناس يا أخي حلو التسوق بس ما 24 ساعة حبيبة وحد حلقا شعرها، استغفر الله العظيم، أنا عارف تجدي من تقصدي ولكن هناك أشياء
ممكن أنا أسويها وتملئ هذا الفراغ. اجعل بينك وبين الله مشروع، مشروع املأ قلبك فيه. والله أعرف ناس تقول تخبرني، يعني في كثير من النساء يخبرني يقولن إحنا كنا في شدة الحزن لكن الله تعالى عوضنا بمجالس الذكر فأصبحنا نعشق مجالس الذكر وفيها طبطب حالنا. هناك نساء، ونساء قلنا إنهن كانا أيضا في حزن والله تعالى رزقهم في مجالس قرآن، جلسات قرآن، سبحان الله، الله تعالى أعطاهن إيش؟ أعطاهن نعمة طبطب على قلوبهن. وهناك إناس للأسف صاروا مدمنين، فيجب أن تملأ الفراغ بشكل صحيح لأن العوض يكون جميلا بإذن الله تعالى. من ضمن الأشياء اللي إذا حابين أنتوا تكونوا فيها معنا واجد مجالات، مارسي هواية جميلة، مارسي هواية جميلة، اطلعي مع صديقاتش، عيشي يعني مثل ما يقولوا هناك لكي تدللي نفسك. لماذا؟ احفظ القرآن، جميل. اللي ما عنده صديقات حتى الرقص الرياضي، أيوة بالضبط. أنا عارفة أنه في ناس يمكن تقول يا تدعينا إلى الرقص وانت يا أخي ما قتلش ترقصي في المراقص، رقصي بينش وبين نفسش مع خواتش، ما غلط، عشان ما يفهم الناس غلط. إيه لأنه في ناس تقول يا أنت غير جاية غير شكل. أنا قالت لكم من قبل أنا تفكير أنا تفكيري مختلف، وما دمنا نفعل ذلك في حدودي في حدود الله ما في بس. أهنزل ما لازم يعني تاتو، إحنا ما باغيين نستوي فيه في عبده، الله يذكركم بالخير، مالكن كذاك، إحنا ما باغيين تو نستوي يعني والعياذ بالله، خلن عنك نطيط حركة. المهم أن تتحركي، أن تتحركي، اتحركي اتحركي، اذكر الله تعالى، اذكر الله تعالى، شاركي في أعمال خير. المهم إنه هذه تشكل لك ضمادة تمتص الحزن، ضمادات أي كان في حدود الله تعالى، الرياضة، ضمادات، كل هذه الأشياء دائما في الحركة فيها خير. المشي، نعم، امشي في الحوش حتى، نعم يكفيك، أو إذا حبيتي تجي معانا الملتقى، وهذا أيضا سوي تسريحة حلوة كما قالت حبيبة، أو تجي معانا الملتقى أو تحضرين معانا دورة بعنوان مشاعر لتعرفي كيف هي طرق التعامل مع المشاعر وإدارتها. وهذه لمن يحب أن يحضر معنا إن شاء الله، تاريخ 10 راح يكون عندنا ملتقى بإذن الله تعالى في بركة، في استراحة اسمها استراحة لي فارم في منطقة النعمان، وطبعا فيها أشياء حلوة إن شاء الله سنتدبر، وفيها أيضا تمارين لإدارة المشاعر للناس اللي حزينة. طبعا اللي يسجل مبكرا 35 ريال من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6، للي حابة تروح معانا، اللي ما حابة تروح في دورة ثانية اللي هي ب10 ريالات للتسجيل المبكر لأول 30، ويوم يخلصن 30 ما تجي تزعلي بعدين تقولي أنا ما واحد شيء، سباحة طبعا، شيء سباحة وشيء أشياء حلوة ومفاجآت وحاجات حلوة. طبعا اللي ويمكن أعطيك درس في السباحة ما تعلمن، واللي تعرف تسبح خلاص بعد تعلمنا. في أيضا دورة للي ما تستطيع الحضور في الملتقى بإمكانها تسجل معانا في الدورة الثانية اللي هي دورة مشاعر، وهذه أونلاين، هذه أونلاين عن بعد. يعني لمن لا تستطيع الحضور، لكن مثل ما قلت لكم سعرها 10 ريال فقط لأول 30، لأول 30 وحدة مشتركة في الدورة يكون 10 ريالات بعدين ب15. أما بإذن الله تعالى، أما بالنسبة للملتقى ب35 لأول 20 راح تكون في بركة بإذن الله تعالى. وعند قولا ما قلت لك عندكم الأرقام موجودة، سجلا في الأرقام، وراح نسوي أشياء حلوة
وبإذن الله تعالى زين، يمكن في جاكوزي، يمكن في شيء يعني مسواه سخونة في الحمام مال السباحة، تومتي مالش توقف عليه الحريم، خليهن يعيشن يوم للنساء فقط، يوم للنساء، يوم لك، إنه يوم لك. وبعلم كان السباحة ما تقلقل إذا حبات درس في السباحة، لكن أول شيء في البداية راح نعمل تدبر إن شاء الله، أول شيء ننعش الروح وهو الأولى، ثم بعد ذلك الأشياء الأخرى إن شاء الله. ومع زهرة راح تستمتعوا أيضا بإذن الله تعالى، بحول الله تعالى. زهرة راح تكون معاكم بحيث أنها راح تعطيكم كذا تقنيات حلوة لإدارة المشاعر، وإن شاء الله بتخرج من هناك من الملتقى فريش، وراح ندلل نفسنا، راح يكون في بوفيه، والبوفيه طبعا VIP، ويعني راح ندللش تدليل محترم، بس انت تعالي نشوف عدوية إذا كانت تدقي. بيكون في بوفيه وبيكون أشياء حلوة، وللعلم في جوائز قيمة أيضا، في مجوهرات، يعني الجوائز مجوهرات هتكون فيه لمن سيسجل معنا، يعني بيكون في إن شاء الله مسابقات، والجوائز تكون بتكون في مجوهرات. ف يعني أنا أقول كان إياها بما إنه في إجازة استفيدي منها ودلل نفسك تحتاجي. بالنسبة للي ما يستطيع إنه هو يشارك معنا في الملتقى، في عندكم يعني إحنا رسلنا الرابط، ما رسلنا لكم الرابط. في اللي هي الدورة الثانية هذه اللي هي أونلاين، اللي حاب يشارك في دورة الأونلاين، اللي ما يستطيع دورة الأونلاين أيضا فيها تطبيقات عملية بإذن الله تعالى حبيباتي. إن شاء الله، بس اللي عندها الرابط يا ريت ترسله في المجموعة قبل أن نختم. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أخواتي الغاليات، تذكري الله تعالى لا يصيب من مصيبة إلا بها نؤجر ونرفع ونتطهر، اعرفي هذا الأمر. ولذلك اثبتي اثبتي اثبتي، ثم أيضا اعطي لنفسك حقها في الصبر، وفي إنها هي تحزن ولا تستعجلي عليها، ثم أيضا طبطبي عليها، واعلمي أن المصائب هي التي تجعلنا نكبر وننمو ونعقل أيضا، ونصبح أكثر اتصالا بالله. ولذلك غالياتي، من أحبت أن تشارك، شكرا لكل من رسل الروابط، وسيعاد إرسالها بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، ربي يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله الحلوات اللي بيسجلوا معانا في المنتقيات أو في الدورة ألقاكم قريب بإذن الله تعالى. وما تنسوا يوم الجمعة، فجر الجمعة، درس التدبر بإذن الله تعالى. ألقاكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم، بارك الله فيكم.